السلام عليكم طلبتي الأعزاء، طلبة كلية المنارة للعلوم الطبية، المرحلة الثالثة، قسم تقنيات المختبرات الطبية، مادة فيروسات العملي، المحاضرة السادسة والأخيرة في الفصل الأول. المحاضرة اليوم هي الكشف عن الاستجابة المناعية للفيروسات. ماذا نقصد بالاستجابة المناعية؟ هي مدى استجابة المضيف من الفقريات إلى التحفيز المستضدي، أو هي مدى تجاوب الجهاز المناعي للتحفيز المستضدي. الاستجابة المناعية هي الكشف عن الاستجابة المناعية. في كثير من الأحيان يكون من الصعب تحديد فيروس متعلق بمرض معين، أو صعب تحديد مدى التعرض للفيروس، أو صعوبة قياس استجابة الفرد أو السكان للقاح. في هذه الحالات هناك الحاجة إلى طرق قياس غير مباشرة، مثل قياس استجابة الأجسام المضادة للفيروس. صفات الاستجابة المناعية: تمتاز الاستجابة المناعية التكيفية بعدة صفات، مثلا صفة عندنا التخصص. ماذا نقصد بالتخصص؟ هو تجاوب الجهاز المناعي للتحفيز المستضدي، والذي يكون متخصصا بالمستضد المحفز لتلك الاستجابة. مثال عليها: مثلا إذا حقنا أرنب بمصل بشري، فإن الأرنب سوف يولد استجابة مناعية ضدية تكيفية لمصل الإنسان. يعني الأرنب عندما يتم حقنه بمصل بشري راح تصير عنده استجابة مناعية ضدية لمصل الإنسان. لكن هنالك استثناء لقاعدة التخصص تعرف بظاهرة اشتراك المناعة، ويأتي هذا الاشتراك من تشابه بعض الصفات المستضدية للمستضدات المختلفة. النوع الثاني من الصفات الرئيسية للاستجابة المناعية التكيفية هي التعرف على الذات. ما معنى التعرف على الذات؟ عند أخذ كمية من مصل الأرنب وحقنه ثانية في الأرنب، نأخذ كمية من مصل الأرنب ونرجع نحقن في الأرنب، فإن الجهاز المناعي للأرنب في هذه الحالة سوف يميز هذا المصل على إنه مادة ذاتية، راح يعتبره مادة ذاتية ولا تحدث أي استجابة مناعية. أما إذا حقن الأرنب بالمصل البشري، فإن الجهاز المناعي للأرنب سوف يميز المصل البشري على أنه مادة غريبة، ولذلك تحدث استجابة مناعية متخصصة بالمصل البشري. مبادئ قياس الاستجابة المناعية هي في الأساس نفسها تعتمد على تفاعلات الأجسام المضادة والمستضدات، وتتكون من فيروس معروف أو بروتين فيروسي. إذا كانت الأجسام المضادة موجودة في مصل سوف يرتبطون في الفيروس، وفي حالة عدم وجود أجسام مضادة لا تحدث ملازمة. هنالك بعض الطرق الأكثر استخداماً للاستجابة الأجسام المضادة للفيروسات. عندنا LVN، وهي نقصد بتحييد الفيروسات. ماذا نقصد بتحييد الفيروسات؟ نقصد به هو
مصطلح بالمعنى المناعي إلى قدرة الأجسام المضادة على منع الفيروسات من الوصول إلى المواضع التي تستخدمها للدخول إلى الخلية المستهدفة. ومن أمثلة ذلك في علم الأحياء عندنا الأجسام المضادة المحايدة. في اختبار الVN تكون العينة محل الاهتمام الحضانة مع الفيروس المستهدف والتغيرات في زراعة الخلايا، يسمى تأثير سيتوباثيك. تأثير العدنى هذا يسمى سيتوباثيك. إذا كانت CPE، إذا كانت العينة تحتوي الأجسام المضادة، سيمنع الفيروس من النمو في الخلية، إذ لم تكن هنالك أجسام مضادة الموجودة في العينة. أما النوع الثاني، القياس الثاني، فهو تقييم التراص الدموي HI، مقياس التراص الدموي، وهي وسيلة سهلة وبسيطة وسريعة يمكن تطبيقها على الفيروسات لقياس أعداد كبيرة من العينات. على العكس من أشكال أخرى من المقياس الكمي للفيروسات، لا تعطى أي قياس للعدوى الفيروسية نظرا لأنه لا يطلب تكاثر فيروسي في هذا القياس. هذا القياس ما يطلب من عندنا تكاثر فيروسي. ونفس الشيء قد لا يكون صحيحا عند استخدامنا لمقياس التراص الدموي بالنسبة للبكتيريا. تحتوي بعض الفيروسات على بروتين على سطحها يتفاعل مع خلايا الدم الحمراء وقادر على الالتصاق بها. هذا العقار يسمى بالتراص الدموي، التثبيط. وأيضا عندنا فحص تحليل ELISA، إليزا، هي مقياس الممتص المناعي المرتبط بالإنزيم. مقياس الممتص المناعي المرتبط بالإنزيم هو اختبار الأجسام المضادة، هي بروتينات ينتجها الجسم للدفاع. اختبار يقيس ويكشف وجود بعض الأجسام المضادة عن نفسه ضد المستجدات المضادة للالتهابات مع العدوى الأخرى. كيف يتم هذا التحليل؟ يتم هذا التحليل عن طريق أخذ عينة دم ثم إرسالها إلى المختبر، بحيث يضع الفني المتخصص العينة في طبق يحتوي على مستجد معين ليتم اكتشافها. إذا احتوى الدم على أجسام مضادة لهذا المستجد، فسيربط الاثنان معا وسيحدث تغيير في اللون. ثم يتم قياس مقدار التغير في اللون، والذي بدوره يعطي انطباعا عن كمية الأجسام المضادة الموجودة في الجسم، ثم يرسل النتيجة إلى الطبيب المختص لقراءة النتيجة وتشخيص الحالة. ويجب الإشارة إلى ذلك أن الفحص يمكن أن يعطي نتائج خاطئة، قد تكون نتيجة سلبية خاطئة
أي أن التحليل يشير إلى عدم وجود أجسام مضادة تشير إلى وجود مرض على الرغم من وجوده، أو عكس ذلك في حالات النتائج الإيجابية الخاطئة. وفي هذه الحالات قد يطلب الطبيب إعادة التحليل مرة أخرى داخل بضعة أسابيع، أو إجراء اختبارات أكثر حساسية لتأكيد النتائج. وأيضا عندنا من الفحوصات اللي هو أو القياسات IFA، وهو الأجسام المضادة الفلورية الغير مباشرة، وأيضا عندنا CF، وعندنا أيضا أجار الجل المناعي، حيث في هذا الأجار سوف تكون معقدات الجسم المضاد، وأيضا عندنا جل التاسيب، من عيوب الجل IGID هو عديم الدقة في أنه يمكن الكشف عن الأجسام المضادة للآخرين، أما كيف تتم الطريقة؟ تتم الطريقة بواسطة فحص. كيف؟ نحضر الأجاروز اللي تكون نسبته 9 بالعشرة في عندنا نختار NaCl كلوريد الصوديوم اللي تكون نسبته 85، ونحضر تكون عندنا يكون دائرية قطرها 2.4 إلى 4 ملليمتر، ويتم القطع إلى 6 قطع مرتبة حول المركز. ثانيا يتم تحضير المستضد الفيروسي من خلال توليد مادة قابلة للذوبان الخام. يمكن تركيز المستضد عن طريق الترسيب أو الترشيح الفائق. ثالثا نأخذ 3 أمصال موجبة و3 أمصال اختبار في شكل بديل أجزاء المحيطة. راح نحضن بدرجة حرارة 25 درجة مئوية في بيئة رطبة لمدة 24 ساعة، ويتم سلسلة من خطوط الترسيب. راح يصير عندنا سلسلة بين المستضد والأمصال والخطوط الإيجابية المعروفة. طبعا عندنا هاي الطريقة غير مطلوبة، لكنها تعتبر للاطلاع، وسوف تستمر خطوط الترسيب في عينات الأجزاء. جميع العينات الإيجابية الضعيفة اللي ظهرت عندنا وغيرها من العينات يجب أن نكرر النتائج المشكوك فيها في هذا القياس. شكرا جزيلا لاستماعكم للمحاضرة، وإلى اللقاء.